الكل يعرف بأن البحرين تمتاز بخاصية بين كل الدول العربية، أن هناك في حرية كبيرة، لحرية الرأي، حرية الصحافة، كذلك مصانب دستوريا. فبالتالي أعتقد بأن الحريات في البحرين ليست مقيدة كما تروج لذلك المعارضة السلبية التي تتخذ من لندن ومن بعض الدول العربية والأجنبية منصة لها لمهاجمة البحرين. ليس هناك تضييق على المعارضين السياسيين إذا كانت المعارضة أو المعارضين السياسيين يريدون الخير للبلد. ما يدعون بأنهم معارضون هم ليسوا معارضون، هم لهم أجندات خاصة، ومن تم القبض عليه اعترف بأن لديه ارتباط بقوى خارجية مثل إيران وقطر. طبعا أنا مؤيد لإسقاط الجنسيات بالنسبة لمن يرتبطون بأجندات خاصة ويقومون بضرب اللحمة الوطنية ويقومون بتأجيج الشارع البحريني حتى النفي خارج البلاد، لأنهم يضربون الأمن القومي البحريني وهم رؤوس الإرهاب. البحرين تحترم المواطن البحريني قبل أن يكون هو ابن أو أخ أو زوجة أو أب أو أم لأي معارض، ولكن حكومة مملكة البحرين لا تؤاخذ أسرة المعارض بجريرة هذا المعارض. الحكومة تعطي أسرة المعارض إذا كان ليس لديهم عائل، الحكومة تكفل هذه العائلة وتقوم بالصرف عليها. البحرين بلد مفتوحة وبلد سلام، فتتقبل الرأي والرأي الآخر.